تتكلمي على طلاب جامعه، انا عايزك تذكري لي مره في اشتباكات حصلت احنا كنا فعلا عارفين نأمن. دايما بننزل بنقول احنا سلميين ويطلع مجموعه المواطنين الشرفاء او الامنجيه اللي في وسطنا يهاجموا الناس ويهاجموا الشرطه او يهاجموا الجيش، والجيش يقوم داخل ضارب وموت. فهي دي وجهه نظر، انه من التجربه اللي فاتت، من التجارب اللي عدت علينا بدايه لما انا كنت لسه مفتح في 23/7/2011 مسيره العباسيه، كنا مزنوقين في كورنر والمفروض ان احنا المفروض مأمنين ان احنا رايحين فين، اتزنقنا في زاويه واتصاب مننا 316 واحد واستشهد مننا محمد من اسوان. هو ده اللي انا بتكلم عليه اصلا، انه في مصيده. انا ما قلتش لحد ما ينزلش، بس فعلا بقى تبقى نازل عارف انت بتعمل ايه. لما الدعوه ان احنا ندعي اهالي الشهداء ان هم يجوا يحيوا ذكرى الشهيد يوم 18، دي وجهه نظر مني انا شخصيا، الناس اتفقت معايا انه حضرتك طالبه في الجامعه فعلا فعلا محتاج عقلك ومحتاج ايدك بكره عشان نبني يعني لسه هنهد النظام ده ولسه هنبني بلد بعد كده بجد والله. ده كل اللي همنا، ومش ضد خالص ان اي حد ينزل، وانا مش شايف ان انا بتخلى عن اي حد. انا كل اللي بقوله انه لازم الناس تفكر بعيد شويه. التحرك في الشارع اداه، انا شايف ان هي اداه. انا شايف وغلطوني انه ثقافه الشعب ده لازم تتغير. انا لازم اشتغل على الوعي بتاعهم، لازم اخد طريق يعني ابتكار جديد. زي عسكر كازيبون ما كان ابتكار، تمرد كانت ابتكار، مع يعني مع التحفظ هي راحت فين دلوقتي، بس الفكره نفسها كانت ابتكار. لازم نلاقي ابتكار جديد نوصل بيه للشارع. انا شفت ناس بتشتغل تنميه دلوقتي، يعني جبهه جي كانت اتدشنت من كام يوم هتشتغل على المحليات وهتشتغل في التنميه. في فريق اسمه مانيفستو اللي هم كانوا عسكر يعني الناس منه كانوا عسكر كازيبون بيشتغلوا برضو على شغل مشاريع. ده اللي انا بفكر فيه، ومع احترامي لاي حضرتك انا مش شايف ان انا ببيع حد، انا بس بقول فكره. اللي عايز ياخد بيها ياخد بيها، اللي مش عايز ياخد بيها ما ياخدش بيها. واحنا عمرنا ما كان عندنا قائد ولا عمرنا كان عندنا حد واصي، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، كل واحد فاهم هو واقف فين. وانا مش شايف ان انا اختلفت خالص من اول يوم. لسه بشتم في العسكر، لسه بشتم في الاخوان، لسه بشتم في الفلول، ولسه بشتم في الداخليه، وكل يوم بتخانق مع ابويا وامي ومع عيلتي ومع كل الناس، وطالع بعد شويه مع محمود سعد عشان اشتم في السيسي واشتم في الداخليه واشتم فيهم. يعني ما ورناش شغلانه غير اسقاط النظام، بس ازاي؟ هي دي الطريقه.